هذه الأولوية الكبيرة بعد عقود كنا نتحدث ونسمع عن تنمية سيناء منذ عشرات السنين ولم يحدث شيء، يعني هذه الطفرة اللي بيشعر بها المواطن السيناوي النهاردة، افتتاح مستشفيات، مستشفى سانت كاترين، ومشروعات وأنفاق وتبشير بافتتاح محطة مية قريبة يعني تدر أكثر من 5 مليون متر مكعب في اليوم لأبناء شبه جزيرة سيناء، وزراعة ما يقرب من 500,000 فدان في القريب إن شاء الله. يعني بتشوف ده إزاي حضرتك، وإزاي يعني نكون أعلننا انتمائنا إحنا كدولة ربما لأول مرة لسكان هذه المنطقة الغالية؟ اولا مساء الخير يا هبي، واهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. اسمح لي من خلال القناه الكريمه ان انا ارسل برقيه عزاء للسيد الرئيس والشعب المصري واسره السيد المشير محمد حسين طنطاوي في وفاته. لو هنتكلم عن المشروعات التنمويه، اسمح لي ان انا برضو ادي نبذه صغيره للساده المشاهدين يعني ايه مشروعات تنمويه. المشروعات التنمويه احنا نقدر نعرفها بالشكل البسيط ان هي المشروعات اللي ليها اكثر من مردود، سواء استراتيجي او اجتماعي او اقتصادي، وفي نفس الوقت بتخدم اكثر من فئه من المجتمع وغير هادفه للربح، وبتستهدف حقوق الاجيال القادمه على مدار العقود الزمنية، وبتعمل على تغيير عناصر الإنتاج والاستغلال الأمثل اللي بيعود على المجتمع أو على أكثر فئات المجتمع بالإيجابية. دي المشروعات التنموية، ودي اللي بتختلف عن تعريف المشروع الاستثماري اللي هو هدف للربح. طيب يعني لو خدنا مثلا نفق الشهيد أحمد حمدي 2 كنموذج لهذه المشروعات التنموية الكبرى، الحقيقة لأن الأنفاق دي بتكلف كتير جدا جدا، وإحنا شفنا الحفارات الرهيبة عشان تحفر تحت قناة السويس بما يمر فوق قناة السويس من سفن عملاقة لها غاطس كبير وخطورة هذا الأمر. يعني افتتاح الرئيس النهاردة لنفق الشهيد أحمد حمدي 2 كسادس نفق تحت مجرى القناة، ماذا يمثل للمواطن السيناوي بشكل عام؟ هو بيمثل للمواطن السيناوي بشكل خاص وللمواطن على مستوى الدولة بشكل عام تنمية حقيقية، لأن لو هنتكلم عن التنمية أو نقدر نقول الخطوات الأولية للتنمية اللي أغلبية الناس بتقول في البنية التحتية، أنا أقدر أقول لك في التخصص الأدق في الطرق والكباري والأنفاق، لأن ما ينفعش إن أنا أعمل تنمية بدون ما أبدأ إن أنا أعمل طرق وأنفاق توصلني للمكان نفسه. فإذا أصبح الوقت يوم ما أتكلم عن التنمية لازم أتكلم على البنية التحتية، ثم أو سابقا لازم أتكلم عن الطرق والكباري والأنفاق اللي هتأدي لي أن أنا هقدر أعمل تنمية. فيعتبر نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ووحدة التشغيل والتحكم اللي زارها السيد الرئيس وافتتاحها النهاردة، دي يعتبر أولى خطوات التنمية على أرض الواقع، بخلاف طبعا ان النهارده الافتتاحات كانت تعتبر افتتاحات في البنيه التحتيه سواء طرق ونقل وكباري وفي المشاريع الصحيه كمان. ولو هنتكلم على البنيه التحتيه في الاول، هنقدر نقول ان النفق بتاع الشهيد احمد حمدي يعتبر خطوه ايجابيه حقيقيه هتقدر من خلالها ان انت تعمل تنميه حقيقيه في شبه جزيره سيناء، طبعا بخلاف طبعا موجود قناه السويس والانفاق اللي اتعملت برضه في قناه السويس. ونقدر نقول برضه ان قناه السويس تعتبر برضه من المشروعات ذات الميزه النسبيه والتنافسيه. طب يعني يا دكتور، يعني حضرتك طبعا عندك حق، لانه الطريق الرئيسي اللي انا بعمله بيكون هو اللي هنقل عليه حتى المعدات اللي هحفر وهعمل بيها البنيه التحتيه.